صلوا على حبيبنا، صلوا على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 14 من برنامج تعالى ونقرأ معا هذا الكتاب. والكتاب اللي بنقراه هو كتاب حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحلقة اللي فاتت عرفنا أن بني قريظة خانوا عهدهم مع المسلمين، وارتكبوا جريمة الخيانة العظمى باتفاقهم مع جيوش الأحزاب علشان يهجموا على المسلمين من الخلف. وعرفنا أن الله تعالى بفضل وقدرته بعت ريح شديدة وبردة طفت النيران اللي قدام خيام المشركين، وقلبت القدور بتاعتهم وقلعت حبال خيامهم. وكان المشركين بيتشائموا لما النار اللي قدام خيمتهم تنطفي، وبيعتبروا ان ده نذير شؤم ولازم ينسحبوا من المعركة في اليوم ده ويرجعوا في اليوم التالي علشان يستأنفوا القتال. ونتيجة للريح الشديدة اللي بعتها الله تعالى على المشركين، ابتدوا يلموا متاعهم وينسحبوا من الميدان، وانتشرت اخبار الانسحاب بين المشركين زي ما بينتشر الوباء. حتى ان قبل ما يجي التلت الاخير من الليل كانت كل جيوش الاحزاب انسحبت من مكان وسابت الميدان صحراء جرداء. وقرر سيدنا رسول الله انه يروح لحصون بني قريظة لمعاقبتهم، وبعت لهم سيدنا علي ابن ابي طالب علشان يسألهم عن سبب خيانتهم ونقضهم العهد مع المسلمين، فاستقبلوه اسوأ استقبال، وقعدوا يشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبوا ازواجه وبناته بلغة وقحة، لكنهم انقسموا على بعض. فالبعض منهم قال انهم غلطانين لانهم هم اللي خانوا عهدهم مع المسلمين، وان المسلمين كانوا امناء وصادقين ودينهم برضو دين صادق، واللي قالوا كده دخلوا طبعا في الاسلام. لكن الباقي قالوا مش ممكن نقبل الاسلام، والموت احسن لنا من اننا ندفع الجزية للمسلمين. ولما لقوا انهم مش هيقدروا يصمدوا ولا يقاوموا الحصار بتاع المسلمين، قبلوا بحكم العقاب عليهم، لكنهم رفضوا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا ان سعد بن معاذ يكون هو اللي يحكم عليهم. سعد بن معاذ كان هو رئيس قبيلة الأوس، وقبيلة الأوس كانت حليفة لبني قريظة لغاية ما جه سيدنا رسول الله للمدينة، وبعد كده دخلوا في تحالف مع المسلمين، واستمرت العلاقات الطيبة بينهم وبين الأوس. ولما طلبوا سعد بن معاذ، كان سعد رائد مجروح بعد ما أصابه سهم أثناء القتال مع الأحزاب، ولكنه طاع لسيدنا رسول الله، جه عند حصون بني قريظة علشان يصدر حكمه. وهو جاي في الطريق كان أفراد قبيلته ماشيين جنبه على يمينه وعلى شماله وبيوصوه أنه يحكم بحكم خفيف على حلفائهم بني قريظة. وصل سعد عند الحصن وكان الموقف صعب وخطير، فالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين واقفين منتظرين حكمه، واليهود برضه واقفين منتظرين حكمه، وافراد القبيله بتاعته بيوصوه انه ما يعاقبش بني قريظه. وراح سعد عند الناحيه اللي المسلمين واقفين فيها وسالهم: هتقبلوا الحكم بتاعي؟ قالوا له ايوه. فراح لبني قريظه وسالهم نفس السؤال فوافقوا برضه. فراح سعد على استحياء للجانب اللي واقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابه، وسال اذا كان الجمع في الجانب ده يقبل حكمه. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال رد بالموافقه، وكان حكمه اصدق بقى سعد حكمه، وكان حكمه حسب تعليم التوراه اللي بتقول ما يلي: حين تخرج من مدينه لكي تحاربها استدعيها الى الصلح، فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، واذا دفعها الرب الهك
إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما. الحثيين والأموريين والكنعانيين والفريزيين والحويين واليبوسيين، دول أسماء قبائل، كما أمرك الرب إلهك، لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم. الكلام ده في الكتاب المقدس في سفر التثنية عدد إصحاح 20 من عدد 10 ل 18. فحسب تعليمات التوراة لو كان اليهود هم اللي انتصروا والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي اتهزم، كانوا كل المسلمين الرجال والنساء والأطفال كانوا هيبقى مصيرهم الموت. واحنا عارفين ان التاريخ ده كان قصد اليهود، وأقل ما كانوا هيعملوه هو انهم يقتلوا الرجال ويستعبدوا النساء والأطفال ويتلفوا كل ممتلكات المسلمين او ينهبوها. فدي هي التعليم المكتوبة في سفر التثنية للتعامل مع الأمم المعادية اللي بتسكن أماكن بعيدة. طبعا كان في علاقات طيبة بين سعد بن معاذ وبني قريظة، وكانت قبيلته في حلف معاهم. ولما رفض اليهود حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ورفضوا كده الحكم الأخف اللي بيقضي به الإسلام، قرر سعد انه يحكم عليهم بالحكم البديل، وده كان الحكم المكتوب في كتاب موسى عليه السلام. من الواضح طبعا ان مسؤولية الحكم ده ما يتحملهاش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين، انما يتحملها تعليم الكتاب المقدس، ويتحملها اليهود اللي عملوا المسلمين بكل وحشية. كان عندهم فرصة انهم يقبلوا حكم رحيم وهو حكم الاسلام اللي كان هيصدره رسول الله اللي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. وبدل ما يقبلوا حكم الاسلام اصروا على ان سعد بن معاذ هو اللي يحكم عليهم. ما كانش في قدام سعد غير انه يصدر حكمه حسب التعليم اللي وردت في كتابهم المقدس. ولغاية دلوقتي بيقوم المسيحيين باستمرار بتشويه سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولوا انه كان قاسي مع اليهود. والسؤال هو لو كان الرسول قاسي مع اليهود فليه ما كانش قاسي مع الشعوب التانية او في المناسبات التانية؟ يا ما حصل كذا مرة ان شعوب وقبائل طلبت العفو من سيدنا رسول الله، وما حصلش ولا مرة انه اتأخر في حكمه بالعفو. وبالطبع موقفه عند فتح مكة كان معروف كويس جدا رغم كل الجرائم والقساوة والاضطهاد اللي ارتكبها اهل مكة ضد المسلمين. لكن في المناسبة دي اصر العدو على حكم شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم، واختاروه هم بنفسهم، فقام بدوره كحكم بينهم وبين المسلمين. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما سأل اليهود في العلن قدام الجميع اذا كانوا هيقبلوا حكمه. يعني ما اصدرش حكمه الا بعد ما اعلن الاطراف كلهم موافقتهم عليه ورضاهم بيه. وعلى اي حال هو حكم بايه؟ هو حكم بتطبيق حكم شريعة التوراة على المذنبين اليهود. يبقى ايه وجه الاعتراض؟ وليه ما يقبلوش حكم الكتاب المقدس بتاعهم؟ هم مش بيعتبروا نفسهم اتباع سيدنا موسى؟ فاذا كان في اي سبب للقسوة تبقى هي قسوة اليهود على اليهود، فهم اللي رفضوا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فجلبوا على نفسهم تطبيق الشريعة الدينية بتاعتهم، فكان حكم التوراة هو العقوبة على خيانتهم. ولو كان في اي قسوة في الحكم يبقى المسؤول عنها هو موسى اللي سجل العقوبة دي للعدو المحاصر وكتب في كتابه ان العقوبة دي كانت بامر الرب. ومش من حق الكتاب المسيحيين انهم يصبوا كل غضبهم على نبي الاسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانما الواجب عليهم انهم يصبوا غضبهم ويسجلوا انتقاداتهم لموسى اللي قرر العقوبة القاسية دي. او يمكن الاولى بيهم انهم يدينوا الكتاب المقدس اللي اتسجلت فيه العقوبة القاسية دي. المهم
انتهت معركة الخندق، وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين مش هيغزوا المسلمين بعد كده، وإنما المسلمين هم اللي هيغزوهم. كان المد في طريقه علشان يتحول ويبقى جزر، وابتدت تنزل راية المشركين وترتفع راية المسلمين، وآن الأوان للمسلمين أنهم يتحولوا للهجوم على القبائل والأحزاب اللي طالما هاجمتهم من غير أي سبب وتحرشت بيهم من غير أي مبرر. طبعا ما كانش كلام الرسول مجرد تهديد أجوف، إنما كان قائم على وعد الله تعالى بنصر المؤمنين مهما كانت درجة ضعفهم ومهما كان قلة عددهم، وهزيمة أئمة الكفر مهما كانت قوتهم ومهما كان كتر عددهم. ففي معركة الخندق الأحزاب ما خسروش أي خسارة تذكر، وكل اللي فقدوه هو بضع رجال، وفي أقل من سنة كان بإمكانهم أنهم ييجوا مرة تانية ويعودوا الهجوم على المدينة ويكونوا على استعداد أحسن وتجهيز أفضل، وبدل ما ييجوا في جيش تعداده 20,000 كانوا يقدروا يرفعوا عدد الجيش بتاعهم في الهجوم الجديد ل40 أو حتى 50,000، ودول ما يبقاش صعب عليهم أنهم يهزموا أي جيش مكون من 1,500 كانوا هم كل المقاتلين الموجودين في المدينة. ولكن آدي المشركين بعد ما فاتوا 21 سنة على الإسلام، وبعد ما بذلوا أقصى ما في وسعهم علشان يقضوا على الإسلام والمسلمين، وهم بيتهزوا بعد الفشل المستمر لكل الخطط بتاعتهم، وابتدى الشك يساورهم إن دين محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يكون بالفعل صحيح، وإن الأصنام والأوثان القومية دي هي مجرد وهم مزيف، وإن الله الخالق اللي محدش يقدر يشوفه ومحدش يقدر يقهره واللي بيتكلم عنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون هو فعلا الإله الحق. ابتدى الخوف يغزو قلوبهم خشية أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم على حق وإن هم يكونوا على باطل، ومع ذلك ما ظهرش الخوف ده على تصرفاتهم. فمن الناحية المادية استمر المشركين يسلكوا نفس السلوك اللي اتعودوا عليه، وراحوا للأوثان بتاعتهم يتوجهوا إليها بالدعاء زي عادتهم، ولكن روحهم الداخلية كانت انكسرت. في الظاهر كانوا بيعيشوا حياة المشركين والكافرين، وفي الداخل ابتدت قلوبهم تردد صدى شعار المسلمين أنه لا إله إلا الله. وزي ما سبق وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة الخندق قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فدرجة تحمل المسلمين بلغت أقصاها، وآن الأوان دلوقتي لموجة المد إنها تنقلب. لكن السؤال اللي لازم نسأله هنا: هل معنى الكلام ده إن سيدنا رسول الله كان عايز الحرب تستمر؟ هل المسلمين كانوا في الأول في موقف ضعيف ودلوقتي بقوا في مركز قوة وهم عايشين في المدينة اللي كان كل عدد سكانها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ لا يزيد عن 3,000؟ الإجابة طبعا لا. ففي كل المعارك اللي حصل فيها قتال كانوا المسلمين إما في المدينة زي ما حصل في غزوة الخندق، أو كانوا خرجوا على مسافة قريبة منها علشان يصدوا هجوم المشركين زي ما حصل في غزوة بدر وغزوة أحد. فالمسلمين ما كانوش هم اللي ابتدوا المعارك دي، وما كانش عندهم أي رغبة أبدا في أنها تستمر بعد ما ابتدت، فهم ما كانوش حريصين بتاتا على استمرار الحرب. وفي العادة لما تبتدي المعركة بين طرفين فممكن أنها تنتهي بطريقة من اتنين ما لهمش تالت: إما يكون في سلام يتفق الطرفين عليه، أو أن واحد من الطرفين يخضع ويستسلم للطرف التاني. وفي المعارك اللي حصلت بين المسلمين والمشركين لغاية الوقت ده ما حصلش ان اي حد لمح للسلام، ولا اي طرف من الاطراف خضع للطرف التاني. صحيح ان القتال كان بيقف احيانا، لكن لا يمكن نقول ان الحرب بينهم انتهت في الوقفات المؤقتة دي. وحسب العرف المعمول به كان من حق المسلمين انهم يهاجموا القبائل المعادية ويجبروهم على الاستسلام، لكنهم ما عملوش كده. ولما كان العدو بيكف عن القتال كان المسلمين بيتوقفوا برضه، كانوا بيتوقفوا وهم متصورين ان الكف عن القتال ممكن يعقبوا كلام عن السلام،
ولكن بعد ما أصبح واضح أن الحديث عن السلام مالوش وجود مع المشركين ومش باين أن عندهم أي نية في الخضوع والاستسلام، فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمكن يكون آن الأوان علشان يحط نهاية للحرب، إما بأنه يعمل اتفاق للسلام أو بخضوع طرف للطرف الثاني، لكن لابد من إنهاء حالة الحرب علشان يحل السلام. ويبدو أنه بعد موقعة الخندق عقد الرسول صلى الله عليه وسلم العزم على أنه يحقق حاجة من اتنين، إما السلام أو الاستسلام. وبطبيعة الحال كان من المستحيل أن هو والمسلمين يستسلموا للمشركين، لأن وعد الله لهم كان هو النصر التام للإسلام على المشركين اللي عرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم واضطهدوا المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلن الوعد ده كذا مرة في مكة من قبل الهجرة، فهل كان على المسلمين أنهم ينادوا بالسلام؟ صحيح أن طلب السلام ممكن يجي من الجانب الأقوى أو من الجانب الأضعف، ولما الطرف الأضعف يطلب السلام يبقى كده بيتنازل وهو مضطر عن جزء من أرضه أو من دخله، سواء كان التنازل ده بشكل مؤقت أو على الدوام، أو يقبل وهو مضطر أي شروط تانية يفرضها العدو عليه. ولما الجانب الأقوى يعرض السلام فده معناه أنه مش عاوز يقضي تماما على الطرف الأضعف قضاء كاملا، إنما معناه أنه عاوز يسيبه علشان يحتفظ باستقلال كامل أو جزئي، وده في مقابل شروط معينة بيفرضها عليه. وفي المعارك اللي نشبت لغاية دلوقتي بين المشركين والمسلمين فشلوا المشركين مرة بعد مرة في تحقيق أهدافهم، إنما قوتهم ما كانتش لسه اتحطمت، وكل اللي حصل هو إنهم فشلوا في محاولاتهم للقضاء على المسلمين. والفشل في القضاء على العدو مش معناه لزيمة، إنما معناه إن الهجوم ما نجحش، لكن جايز ينجح إذا الهجوم اتكرر. وبكده ما كانش أهل مكة تلقوا لسه الضربة القاسمة، إنما كل اللي حصل إن عدوانهم على المسلمين فشل. ومن الناحية العسكرية كان المسلمين قطعا هم الطرف الأضعف، صحيح إنهم صمدوا في الدفاع عن نفسهم ولكنهم كانوا لسه بيشكلوا الأقلية الأضعف، الأقلية اللي ما كانتش قادرة تاخد مبادرة الهجوم، رغم إنها نجحت لغاية دلوقتي في مقاومة هجوم الأكثرية. ولذلك ما كانش المسلمين لسه قدروا يبنوا استقلالهم لحد الوقت ده. ولو إنهم دعوا للسلام كان ممكن دعواتهم دي تتفهم على إن دفاعاتهم انهارت، وإنهم أصبحوا دلوقتي مستعدين يقبلوا اللي يمليه عليهم المشركين، ولذلك عرض السلام من جانبهم هيكون كارثة على الإسلام، ومعناه إنهم بيرموا نفسهم في التهلكة، وممكن ينفخ الروح من جديد في عدو أوهنته المحاولات الفاشلة المتكررة اللي قام بيها، ويمكن تتيح له الفرصة لتجديد الأمال وإزكاء الطموحات اللي كانت عنده. وربما يظن الكفار إن المسلمين رغم نجاحهم في إنقاذ المدينة إلا إنهم بقوا يشكوا في تحقق النصر النهائي الموعودين به أو تحقق غلبة الدين بتاعهم على المشركين، ولذلك ما كانش ممكن أبدا يصدر الاقتراح بطلب السلام من الجانب المسلم، إنما كان ممكن يجي من جانب أهل مكة اللي هو كان الطرف المعتدي، أو من طرف ثالث إذا كان في وجود للطرف الثالث، ولكن بالطبع ما كانش في وجود لأي طرف ثالث في الصراع ده، لأن المدينة المنورة كانت واقفة لوحدها ضد كل العرب في الجزيرة العربية. وعلى الأساس ده يبقى المشركين لوحدهم هم اللي كان عليهم يبادروا بطلب السلام من المسلمين، إنما ما كانش فيه ولا علامة واحدة بتدل على إن المشركين هيطلبوا السلام من المسلمين. وده معناه إن الحرب بين العرب والمسلمين كان ممكن تستمر إلى الأبد، فالمسلمين ما يقدروش يعرضوا السلام والعرب مش عايزين يعرضوا السلام، وعلى ذلك كان يبدو إنها هتكون حرب أهلية ملهاش نهاية على الأقل 100 سنة اللي جاية. ما كانش فيه غير سبيل واحد قدام المسلمين إذا كانوا عايزين يحطوا نهاية للصراع ده، وطبعا هم ما كانوش مستعدين يخضعوا عقولهم وعقائدهم للعرب الوثنيين، ولا يتنازلوا عن حقهم في الإيمان باللي يشوفوا إنه حق، ولا يمتنعوا عن ممارسة شعائر الدين اللي بيؤمنوا بيه،
ولا يتوقفوا عن الدعوة إليه. وفي نفس الوقت ما كانش فيه أي بادرة لإحلال السلام من جانب المشركين. المسلمين كانوا قادرين يدفعوا هجوم المشركين المتكرر، وده معناه أنه كان ينبغي عليهم أنهم يدفعوا العرب إلى الاستسلام أو إلى قبول السلام، وده هو اللي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعمله. فهل كانت الحرب هي هدف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، ما كانش الحرب هي هدف سيدنا رسول الله، إنما كان السلام هو الغرض اللي كان عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يحققه ويثبت أركانه. ولو إنه ما عملش أي حاجة في الوقت ده وما أخدش أي إجراء، كانت الجزيرة العربية هتفضل في قبضة الحرب الأهلية. والخطوة اللي اتخذها صلى الله عليه وسلم كانت هي الخطوة الوحيدة نحو إحلال السلام. التاريخ سجل وقوع حروب طويلة كتير، استمر بعضها مدة 100 سنة وبعضها استمر ما يقرب من 30 سنة أو أكتر. والحروب الطويلة ما كانش ممكن إنها تستمر إلا بسبب غياب خطوة حازمة ياخدها طرف من الطرفين. والخطوة الحازمة زي ما قلنا ملهاش غير وجه واحد من وجهين، الاستسلام التام أو التفاوض لإقرار السلام. فهل كان على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ياخد موقف سلبي؟ هل كان ينبغي عليه إنه ينسحب هو والقوة الصغيرة من المسلمين اللي معاه ويقبع خلف جدران المدينة ويسيب كل شيء تاني في مهب الريح؟ طبعا مستحيل. المشركين كانوا هم اللي بدأوا بالهجوم، والسلبية ما كانتش هتأدي لانتهاء الحرب وإنما لاستمرارها، لأن السلبية معناها إنه من حق المشركين إنهم يهاجموا المدينة على كيفهم في الوقت اللي هم عايزينه، وإنهم يوقفوا الهجوم أو يعيدوه زي ما هم عاوزين. وتوقف المعركة لبعض الوقت مش معناه انتهاء الحرب، إنما هو مجرد مناورة استراتيجية فقط لا غير. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي هو، هل يجوز القتال من أجل الدين؟ ونبتدي الأول بمعالجة السؤال ده. الواقع أن التعاليم الدينية عن الحرب لها أشكال مختلفة، وإحنا قرينا قبل كده تعاليم العهد القديم اللي جت في التوراة واللي بتأمر موسى بدخول أرض كنعان بالقوة وأكل سكانها وإسكان شعبه فيها في سفر التثنية إصحاح 20 عدد 10-18. وعلى الرغم من وجود التعاليم دي في الكتاب المقدس، وعلى الرغم من تطبيقها عمليا على إيد النبي يوشع والنبي داود وآخرين، فاليهود والمسيحيين لا يزالوا يشيدوا بأنبيائهم ويعتبروا الكتب بتاعتهم كتب سماوية من عند الله تعالى. ولما انتهى العهد القديم لقينا يسوع بيعلم في الإنجيل وبيقول: وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. إنجيل متى إصحاح 5 عدد 39. ولطالما ذكر المسيحيين الكلام ده الصادر عن يسوع واحتجوا بيه على إنه كان بيعلم ويوعظ بتعاليم ضد الحرب، لكننا بنلاقي في أناجيل العهد الجديد فقرات أن يبتدي معنى عكسي تماما. بتقول فقرة منه على سبيل المثال: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. إنجيل متى إصحاح 10 عدد 34. وفقرة تانية بيقول: فقال لهم: ولكن الآن من له كيس من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليدع ثوبه ويشتري سيفا. إنجيل لوقا إصحاح 22 عدد 36. والفقرتين الأخيرتين دول بيتناقضوا مع الفقرة الأولى بتاعت حول الخد الآخر. فإذا كان المسيح جه للحرب زي ما بيقول لا تظن أن جئت لألقي سلاما بل سيفا، فليه بيدعو لتحويل الخد الآخر؟ من الواضح أن لابد من التسليم بوجود تناقض في الإنجيل، أو على الأقل يعني لابد أننا نفسر التناقض ده بشكل مناسب. طبعا ما يعنيناش هنا ما إذا كان موضوع تحويل الخد الآخر ده قابل للتطبيق في كل الأحوال، ولكن اللي بيعنينا هنا إننا نبين ونأكد إن الدول المسيحية كلها على مدى التاريخ
ما كانتش بتتردد في انها تروح للحرب، وعمرهم ما حولوا الخد الاخر. ولما وصلوا المسيحيين للملك والسلطة لأول مرة دخلوا الحروب مهاجمين ومدافعين، وهم دلوقتي القوى المسيطرة في العالم، ولازالوا متورطين في الحروب مدافعين ومهاجمين. وفي العصر الحالي نجد انه لما ينتصر جانب منهم تمجده بقية الشعوب المسيحية ويعتبر انتصاره انتصار للحضارة المسيحية، وأصبحت الحضارة المسيحية في كل صورها بتعني الهيمنة والنجاح. ولما تتحارب دولتين مسيحيتين نلاقي ان كل واحدة منهم بتدعي انها بتحمي القيم والمبادئ المسيحية، ويتم تمجيد الدولة المنتصرة باعتبارها الدولة المسيحية الحقيقية. ومن الواضح انه من اول زمن المسيح ولغاية عصرين ده فضلت المسيحية تخوض غمار الحروب، وكل الشواهد بتبين انها هتفضل على نفس الحال. طبعا يعني ما ننساش ان الكتاب اللي بنقراه ده هو انكتب في العشرينيات من القرن العشرين، والكاتب بيوصف الظروف اللي كان الحاجات اللي كان بتحصل في الوقت ده. لكن دلوقتي اقول يعني بعد الحرب العالمية التانية الدول المسيحية ما بقتش تقول على نفسها انها بتحمي القيم والمبادئ المسيحية، انما بقت بتقول انها بتحمي القيم والمبادئ الغربية، يعني غيرت بس كلمة المسيحية بكلمة الغربية. ونكمل بقى مع المؤلف اللي بيقول ان الفتوى العملية المسيحية هي ان الحرب بتعبر عن التوجيه الحقيقي لتعاليم العهد الجديد، وان موضوع تحويل الخد الاخر ده ما كانش غير تعليم انتهازي املاه العجز التام من المسيحيين الاوائل، او ان المقصود به هو انه يتطبق في الحالات الفردية لكن مش على الدول ولا على الشعوب. وثانيا حتى لو افترضنا ان المسيح امر بالسلام مش بالحرب، فده مش معناه ان اللي ما يتبعوش تعليمه ما كانوش قديسين وشرفاء. فالمسيحية دايما وابدا كانت بتحترم قادة الحرب زي موسى وداود ويشوع او يوشع، ومش ده وبس، انما الكنيسة نفسها كرمت الابطال الوطنيين اللي دخلوا الحروب ونصبتهم قديسين على ايدين البابوات. طيب دي كانت تعاليم الكتاب المقدس عن الحرب والسلام، فايه يا ترى هي تعاليم القرآن المجيد عن الحرب والسلام؟ هو ده الموضوع اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية ان شاء الله. فإلى ان نلتقي مرة اخرى لكم مني افضل الامنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.